حياكم الله مشاهدينا. إذا مستمرين معكم في محطاتنا المختلفة في برنامج من عمان، محطتنا التالية حول مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هذا المركز الذي يحتفي غدا 10 أكتوبر بمرور عام على إنشاء الحزمة الأولى من طبعا هذا المركز، أو مرور عام على افتتاح الحزمة الأولى من هذا المركز. وطبعا أكيد الأعمال قائمة على قدم وساق للانتهاء من الحزمة الثانية اللي إن شاء الله راح تفتتح قريبا، راح نعرف بالضبط متى راح تفتتح. أكيد أن إقامة المؤتمرات والمعارض مشاهدينا يعد وجه من وجوه التنوع السياحي، والذي يصب في الأول والأخير في خدمة اقتصاد السلطنة. وربما كان هذا الهدف الأبرز من وجود مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. راح نعرف أكثر عن هذا المركز، احتفائيتهم بمرور عام، أيضا ما الجديد الذي تحمله الأيام القادمة والأعوام القادمة لهذا المركز، وأيضا ما هو الجديد الذي سيعنى به هذا المركز في خدمة طبعا السياحة في السلطنة. راح نتعرف عليه من خلال ضيفنا الفاضل نادر بن عبد الله الرواحي، تنفيذي أول تسويق واتصالات بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. مساك الله بالخير. معنا أخ نادر، أهلا وسهلا، حياكم الله. نقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة مرور العام الأول على افتتاح الحزمة الأولى. صحيح والله، مر السنة. نعم. خلاص مرت سنة ما شاء الله، يعني كان عام حافل أيضا يعني بالنسبة للمركز، العديد من الفعاليات احتضنها هذا المركز. صحيح، قرابة احتضننا تقريبا ما يقارب 101 فعالية. نعم. يعني مرت سنة والحين 101 فعالية، فالرقم يعني مرة كله واحد واحد واحد. وطبعا ان شاء الله راح نستضيف فعاليات اخرى ان شاء الله. من ابرز الفعاليات اللي استضفناها في العام المنصرم معرض مسقط الدولي للكتاب، اللي شهد حضور اكثر من 400 او 500 الف زائر. طبعا هذول الزوار كانوا معظمهم من فئه طلبه المدارس، وايضا فئات زوار اقليميين وايضا صحيح. دوليين ايضا. نعم. في ايضا فعاليات اخرى اللي احتضناها ومؤتمرات كانت هي خاصه، وخاصة بالقطاعات، يعني مثلا مؤتمر طب الأسنان أو. نعم. هذه المؤتمرات كانت متخصصة فقط في مجال معين. أستاذ نادر، احنا راح نبحر في هذا الحديث أكثر، ولكن بعد ما نشاهد مشاهدينا هذا التقرير حول المركز خلونا نشوف مع بعض. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط يقع ضمن منطقة متكاملة من المرافق المصاحبة وعلى مقربة من مطار مسقط الدولي. وتم تصميم المركز بحيث يوفر مساحات واسعة لإقامة الاجتماعات بشكل يتناسب ومتطلبات منظمي المعارض والمؤتمرات. كما يحتوي المركز على قاعات مجهزة لاستقبال مختلف الفعاليات وكافة الوفود من مختلف أنحاء العالم. أول شيء أرحب فيكم معنا في المركز، واليوم انتم يعني جايينا قبل فتره جدا جميله اللي هي بعد اكتمال عام على افتتاح الجزء الاول والحزمه الاولى من مركز عمان المؤتمرات والمعارض. طبعا وجهه سياحيه جميله سواء كانت على المستوى الوطني او على المستوى الاقليمي او على المستوى العالمي. الحمد لله رب العالمين تمكنا من استضافه اكثر من 101 فعاليه خلال العام المنصرم، من تراوحت بين المعارض، المؤتمرات، الدورات التدريبيه، الاجتماعات على مستوى الشركات، وكمان كانت على مستوى الافراد. هناك إقبال كبير من شركات عالمية لاستخدام هذا المركز والاستفادة منه، لأنه يلبي احتياجات المرحلة القادمة إن شاء الله من التنمية الاقتصادية في السلطنة، وهو إضافة كبيرة. وصناعة المعارض صناعة مهمة جدا، وهي الواجهة والقبلة للتجارة، للاستثمار، للتبادل التجاري ورفع مستوى التبادل بين الدول.
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يعتبر بوابة اقتصادية وسياحية تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد العماني. ويأتي إنشاء المركز ترجمة لتوجهات الحكومة لتعزيز القطاع السياحي في السلطنة. والله المركز كفكرة هو كان في المركز القديم كان بيقدم هيك خدمات، لكن هذا المركز الجديد بصراحة مفخرة للسلطنة، وهو مكان متميز بكل خدماته بمساحاته بإمكانياته، حتى يقدم للناس اللي بيحبوا يقدموا خدمات إلى الجمهور كفرصة طيبة، بحيث أنه ينشروا ثقافتهم، ينشروا معلوماتهم، يثقفوا الجمهور، يعرضوا ما عندهم من منتجات، وهذا مكان طيب كثير جدا جدا يعني. وأنا سعيدين أن يكون هذا المركز موجود في سلطنة عمان. والله أنا انبهرت من صراحة من المعرض، يبين عليكم كبير وأول مرة أجي، وفي قاعات كثيرة، فأشوف مستقبلا بيفيد المجتمع العماني ولتطوير إن شاء الله الأعمال مع الشركاء الخليجيين إن شاء الله. إذن مثل ما شاهدنا مشاهدينا في هذا التقرير، يعني واحد حقيقة من المعالم الحضارية اللي نعتز ونفتخر بوجودها في السلطنة، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ومثل ما ذكر في التقرير أحد المتحدثين أنه يعد مفخرة، فعلا هو مفخرة. ويعني من خلال طبعا يعني أهدافه التي أنشئ من أجلها أو اللي يسعى إلى تحقيقها، وأيضا من حيث الفعاليات اللي يقوم بها، يمكن أيضا اللي يخلينا كذي نفتخر أن هذا المركز على الرغم من حداثته إلا أنه فاز في منافسة عالمية. بالضبط. نعرف أكثر عن هذه المنافسة أستاذ. طبعا المنافسة العالمية، أولا الحمد لله رب العالمين، نحن نقدم هذه المنافسات العالمية لاستضافة مؤتمرات عالمية في السلطنة لأول مرة. طبعا وجود المركز كوجهة لسياحة الأعمال تعرف السلطنة إقليمياً ودولياً كوجهة لسياحة الأعمال. قدمنا ملف تنافسي لاحتضان مؤتمر السرطان العالمي في 2020، ونافسنا دول مختلفة، مدن مختلفة، مراكز مؤتمرات مختلفة، لكن تم اختيار السلطنة كوجهة لاستضافة مؤتمر السرطان العالمي. نعم. وطبعا في عند تقديم ملف المنافسة لا يكون فقط حصرا على المركز بالنفس، ولكن كسلطنة عمان كوجهة لسياحة الأعمال. طبعا في ملف المنافسة تذكر مثلا مدى بعدك الإقليمي أو عن المنطقة، أو بعدك الجغرافي عن الأماكن، الخدمات المتوفرة. نعم. البنية الأساسية للدولة. في أكثر من عامل يعني يساهم في إنجاح ملف المنافسة. والحمد لله رب العالمين يعني فزنا بالمنافسة وتم الإعلان عنها. أكيد يعني من العوامل اللي أدت إلى فوز السلطنة الاحتضان هكذا مؤتمر عالمي، وعلى الرغم مثل ما ذكرنا أن يعني المؤتمر أو المركز دخل في هذه المنافسة وهو يعني في عامه الأول، يعني خلال هذه المدة. إذن أنه هو مشروع متكامل، يعني خلينا نعرف أيضا مشاهدين وأيضا اللي يشاهدونا من خارج السلطنة أبرز مميزات هذا المركز. طبعا مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يقع في مدينة أو حي العرفان. نعم. في مرتفعات المطار. هذا الحي حي متكامل يتم إنشاؤه الآن من عن طريق شركة عمران، وهي المالكة، مالكة مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. يوجد أيضا في المركز فندقين سيتم تدشين عنهم السنة الجاية إن شاء الله، أو فندق واحد من الفنادق اللي هو كراون بلازا اللي سيتم افتتاحه هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة. وراح يوفر المركز تقريبا 600 أو الفنادق المتوفرة في محيط المركز 600 غرفة. هذا يساهم أيضا قربه أيضا من مطار مسقط الدولي الجديد. سيساهم أيضا في استقطاب الفعاليات الإقليمية. نعم. هذا عدا طبعا عن الخدمات الأخرى الموجودة واللي إن شاء الله راح تكتمل مع الحزم الأخرى اللي القادمة. يعني إحنا راح يعني حاليا
نتحدث على افتتاح الحزمة الأولى، هناك حزم أخرى، الحزمة الثانية إن شاء الله من إيش تتكون هذه الحزمة؟ الحزمة الثانية هي أيضا منقسمة إلى حزمتين. الحزمة الثانية، الجزء الأول من الحزمة الثانية اللي هو قاعات المناسبات. نعم. عندنا قاعتين للمناسبات تتسع ل 2600 شخص تقريبا، وعندنا أيضا غرف اجتماعات تقريبا 20 غرفة اجتماعات، سيتم افتتاح 14 منها في الحزمة الثانية، الجزء الأول منها. والجزء الثاني من الحزمة الثانية اللي هو مركز المؤتمرات بالنفس، وهو المسرح الرئيسي اللي يستوعب تقريبا 3200 شخص. ما شاء الله. هو أكبر مسرح تقريبا مدرج داخلي في المنطقة. وهذا المسرح طبعا راح تقام فيه الفعاليات المختلفة، منها حفلات في المنطقة. قصدك، معلش أعتذر على المقاطعة، في المنطقة قصدك في السلطنة أم في المنطقة العربية أم في منطقة الخليج؟ في منطقة الخليج، في منطقة كمسرح الخليج. مدرج ثابت المقاعد حاليا. نعم. هو المسرح الأكبر في المنطقة. طبعا أيضا نفس الشيء، هذا المسرح راح تقام فيه حفلات التخرج للكليات والجامعات، وأيضا مختلف الفعاليات سواء المؤتمرات كافتتاح للمؤتمر في البداية، في بدايات كل مؤتمر يكون كل الزوار يكونوا في نفس المكان. نعم. وبعدين ينتشروا إلى غرف مختلفة. إن شاء الله، متى متوقع أن يتم تدشين هذه الحزمة؟ إن شاء الله الحزمة الثانية الجزء الأول منها اللي هي قاعة المناسبات راح تكون إن شاء الله في ديسمبر 2017. نعم، يعني نهاية هذا العام قربنا. نعم، إن شاء خلاص الله. قربنا فعلا. والحزمة الثانية اللي هي مركز المؤتمرات والمسرح إن شاء الله في 2018، وسيتم الإعلان عنه لاحقا إن شاء الله. جميل جدا. طيب، يعني نتكلم عن نوعية الفعاليات اللي عادة يحرص المركز على استضافتها. في فعاليات شفنا أن هي مثل معارض استهلاكية، خلينا نقول في معارض ثقافية وعد وغيرها من المناسبات. خلينا نتحدث عن المعايير اللي وضعتموها لاستضافة هذه الفعاليات. طبعا استضافة الفعاليات هنا، يعني قطاع المعارض بشكل عام في السلطنة هو قطاع جديد، أو بوجود مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يعتبر نقلة نوعية للمعارض اللي كانت في المركز القديم وتنتقل للمركز الجديد. ايضا يعني هذه الفعاليات او المعارض اللي استضفناها منها معارض استهلاكيه ومعارض تخصصيه وتجاريه، وضعنا معايير عالميه لاستضافه هذه المعارض حتى يكون يعني في سهوله في استقطاب العارضين. يعني في مشكله ان العارض احيانا ما يريد يشارك في معرض معين، وذلك بسبب ان المعرض صغير او المعرض او المكان المقام فيه المعرض يكون صغير نوعا ما، لكن بوجوده في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يكون فيه هناك مشاركات اكثر من عارضين من مختلف مناطق في المنطقه، او حتى في العارضين الدوليين ايضا. اكيد، يعني مثل ما تفضلت وذكرت ان صناعه اقامه المعارض والفعاليات المختلفه هذه يعني صناعه متكامله وتخضع اكيد لمعايير عالميه دقيقه، وأيضا تحتاج إلى إمكانات، ومحتاجة أيضا إلى تسهيلات، وربما تكون هذه تسهيلات ضخمة حتى تجذب مختلف الفعاليات أنها يعني تأخذ من مركز عمان مقرا، أو أن يعني يحتضنها هذا المركز. لو نتكلم عن أبرز التسهيلات مثلا اللي تقدمونها لإقامة هذه المعارض. طبعا هذه التسهيلات مش مقدمة فقط من مركز عمان للمؤتمرات. نعم. والمعارض، هذه مقدمة، هذه ناتجة عن شراكات بيننا نحن وبين المؤسسات الأخرى مثل وزارة السياحة ومكتب عمان للمؤتمرات، وأيضا شركة عمران ومختلف الجهات مثلا جهاز الشرطة. هذه كلها تسهيلات نحن نوفرها قبل تقديم مثلا ملف المنافسة. نعم. بحيث أنه مثلا تأشيرات تكون إجراء تأشيرات مثلا تكون سريعة ومرنا على طول، فإحنا دائما نقدم تسهيلات لاستقطاب الفعاليات الدولية. أما بالنسبة للتسهيلات المحلية فإحنا نفس الشيء نحرص على يعني إبراز المنتج المحلي أو المعارض المحلية إبرازها إقليميا ودوليا. نقدم تسهيلات لمثلا معارض مختلفة مثل معرض إبداعات عمانية، هذه ثاني نسخة الحين يعني يجيون. نعم. المركز إن شاء الله يحتضنها المركز. يحتضنها. نعم. المركز بالضبط. فمثل هذه التسهيلات توفر لمثلا زيادة عدد المشاركات في المعرض نفسه. صحيح. وكنتم أيضا حريصين في تعريف الزائرين يعني موقع المركز، يعني حتى كان في تغطية إعلامية جميلة لتوجيه طبعا الزائرين من المركز القديم أو المعرض القديم إلى المركز
الجديد. أعتقد أن إعلاميا أنتم أيضا محتاجين أو تقومون بجهود أيضا كبيرة في التعريف بهذا المركز، وبحكم أنه هو أيضا من المراكز اللي يعول عليها كثيرا، وإحنا تحدثنا في هذا الموضوع في بداية الحديث، يعول عليه كثيرا سياحيا في التعريف أيضا عن السلطنة. أيوة بالضبط. يعني مثلا من ناحية يعني هو مركز جديد في الناس وفي شارع جديد، نعم، فناس كثير ما تعرف عن مكان المركز أو موقع المركز، لكن المركز جدا قريب عن مركز عمان الدولي للمعارض، قريب جدا وفي شارع جديد يوصلك للمركز. ونحن دائما نقوم يعني بالإعلان عن الموقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الموقع، موقع المركز بالنفس، وحتى يعني في حال مثلا احتضان فعالية معينة نقوم بالتواصل مع المنظم بالنفس للتأكد أن في تسهيلات، في أن الناس تعرف. صحيح، يمكن شراكاتكم أيضا فيما يخص النقل من وإلى المركز أيضا. أيوة. يعني صحيح، هذه صحيح من الشراكات الجميلة بالنسبة لفعاليات المقامة. أيوة، خاصة مثلا بالنسبة للشراكات، خاصة قمنا بشراكة بيننا نحن وبين مواصلات، وكان في نقل وطني كل نص ساعة خلال فترة معرض الكتاب، وهو ذلك للتسهيل، يعني لتسهيل الوصول للمركز، ويعني عدم ما حد يضيع في الطريق. نعم أكيد. طيب أستاذ نادر، يعني هل ثمت فعالية معينة للاحتفاء بمرور عام على يعني افتتاح الحزمة الأولى؟ والله غدا إن شاء الله نحن راح نحتفل بالذكرى الأولى للتدشين ومع شركة النمر في فعالية خاصة كذا صغيرة، لأنهم هم كانوا أول معرض أقاموه، هو معرض إنفرا عمان، هو أول معرض تم افتتاحه في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. فهي مش فقط يعني حفلة صغيرة، لا، نحن نحتفل مع الشركة أيضا. نعم. اللي ساهمت في إنجاح المركز في البداية. جميل جدا، إحنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، معكم قلبا وقالبا إن شاء الله حتى افتتاح جميع الحزم الخاصة بهذا المشروع الحيوي الحضاري السياحي الجميل، اللي أكيد الكل يعني هو إضافة حقيقة للسلطنة وأيضا للقطاع السياحي بالأخص للسلطنة، وأكيد هذا اللي لمستوه لحد الحين يعني. أكيد صحيح صحيح، ما شاء الله دعم التلفزيون دائما موجودين معانا في مختلف الفعاليات، في تغطيات دائمة، وإن شاء الله سيكون لكم السبق أيضا في إن شاء الله. تدشين. طيب يعني على ذكر يعني دوركم أنتوا في دعم السياحة أيضا وترويج للسلطنة، كيف شفتوا معظم الحضور اللي يعني من خلال الفعاليات اللي يحتضنها المعرض، كيف شفتوا ردود الأفعال بالنسبة للترويج السياحي للسلطنة من خلال هذا المركز؟ طبعا كترويج سياحي في نوعين من الردود، في الردود المحلية والردود اللي للناس برا السلطنة، من خارج السلطنة. حلو. الزوار أو المواطنين اللي يجوا يزورونا في المركز طبعا ينبهروا بالمركز وبالمواصفات العالمية اللي يقدمها المركز والفعاليات كيف انتقلت نقلة نوعية، لكن في نظرة عامة يعني بين الناس أن المركز فقط يستضيف الفعاليات الكبيرة، وهذا الشيء ما صحيح. المركز جدا مرن في من ناحية استضافة الفعاليات، نقدر نستضيف فعاليات جدا صغيرة كاجتماعات لمجالس الإدارة، نعم، 10 أشخاص، أو فعالية تستقطب مثلا 10,000 شخص أو 5,000 شخص بالأحرى. نعم. الانطباع الدولي أو الزوار اللي خارج السلطنة نفس الشيء، يشوفوا السلطنة كأرض للفرص من ناحية سياحة الأعمال. حلو. يعني زوارنا من دول الخليج مثلا اللي زاروا المركز حابين في بعضهم ينقلوا معارضهم أو يعملوا نسخ مختلفة من معارضهم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، لما يوفره يعني المركز من يعني تسهيلات وكوجهة سياحية وقربها من المطار وقربها من مختلف المعالم السياحية في مسقط. صحيح. نتمنى لكم مرة أخرى كل التوفيق. أستاذ نادر بن عبد الله الرواحي، تنفيذي أول تسويق واتصالات بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. شكراً جزيلاً لك، نورتنا في من عمان. شكراً لاستضافتكم. إذن متواصلين معكم مشاهدينا محطة أخرى مع مركز دراسات المياه بعد الفاصل.